نتابع الآن مع موضوعنا اللي هو second and higher order linear differential equation. والشكل اللي راح ياخذه ال linear differential equation هو عبارة عن a n of x زائد أو a n of x y قوة n. طبعا هاي الأوردر تبع y اللي هي المشتقة لقوة n زائد a n ناقص واحد ل x y المشتقة ناقص واحد زائد a 1 of x y prime زائد a 0 of x في y يساوي 0. هذا بدنا نحكي عنه لانه يساوي 0، بدنا نحكي عنه homogeneous، وبدنا نحكي عنه linear homogeneous differential equation بس لانه يساوي 0. هلا اغلب الابلكيشنز اللي احنا عندنا الان او اللي راح نحلها على homogeneous equation، على homogeneous linear differential equation، وراح نشوف كيف الحل بطرق مختلفة وسيناريوهات مختلفة. الآن الحل هاي للdifferential equation عندنا، إذا كانت عندي second order differential equation بكون عندي حلين، إذا كانت عندي third differential equation بكون عندي ثلاث حلول وهكذا. فالحل الجنرال إلها given that y1 of x، لأن أنا عندي general equation فعندي general حلول إلها y2 of x، وعندي كمان يارا yn of x are n solutions to differential equation. طبعا هاي differential equation اللي احنا بنحكي عنها اللي هي إلها number of solutions. فهاي solutions دائما كل solution بالنسبة للdifferential equation بده يتبعها c1 و c2، فبكون عندي الحل النهائي y of x يساوي c1 y1 of x زائد c2 y2 of x زائد يارا زائد cn yn of x. كمان هاي is also a solution. وبالنسبة للarbitrary c1 و c2 و cn هذول شو بدنا نحكي عنهن، اللي هن مجموعة c1 c2 يارا cn are arbitrary constants. اوكي، هلا في عندنا ريمارك بدنا نلاحظها، اللي هي اذا كان عندنا y1 of x، طبعا هذا السوليوشن الاول، y2 هذا السوليوشن الثاني، y3 هذا السوليوشن الثالث، هاي معناته عندنا كان third order differential equation، فبالتالي عندنا 3 solutions. فهاي إذا كان هذا 3 solutions و 3 solutions be functions، يعني إذا كان let y1 y2 y3 be functions then هسه بنطرق لموضوع جديد اللي هي الرونسكيان. رونسكيان of y1
y2 y3 هو عبارة عن y2 y3 شو يساوي هذا الرونسكيان؟ يساوي عند المصفوفة هاي نحكي y1 برايم y1 دبل برايم، وبنوقف عند الان ناقص واحد، يعني هاي دبل برايم. كم بكون الديفرنشال ايكويشن الاوردر تبعه؟ بكون ثلاثة. اذا كان عندنا هون اثنين بكون الديفرنشال اوردر او الاوردر تاع الديفرنشال ايكويشن بكون رقمه ثلاث. فدائما عند الرونسكيان بنوقف عند الان ناقص واحد. طيب بالنسبة للسوليوشن الثاني y2 برايم y2 دبل برايم، بالنسبة للسوليوشن الثالث y3 برايم y3 دبل برايم. طيب شو أهمية الرونسكيان الموجود عندنا؟ هلا الرونسكيان اوبريتر اللي هو هذا، هو هاي الرونسكيان اوبريتر بتفحص اللي هو is the function او is the solution is dependent ولا لا، اللي هي dependency. ايش يعني dependency؟ is the solution dependent او independent؟ والهاي dependency depend والديبندنسي هاي اللي هي بتفحص اذا كان السوليوشن فاندمنتال ولا لا. بمعنى انا لو اجد اخذت ال y1 يساوي x و y2 يساوي 2x، هل y1 و y2 are linearly independent ولا dependent؟ طيب هلا هون ال y1 simply انا ممكن احكي y2 is equal to y1، صح؟ ممكن. فبالتالي شو يعني انا عندي هون حل واحد مش حلين، بمعنى اخر مش fundamental. شو يعني fundamental؟ الفاندمنتال معناته هل انا ممكن احط ال y1 من مركبات من y2 ممكن احطها من مركبات من y1؟ بقدر احطها. زي ما انتم ملاحظين هون معناته ال y2 مش fundamental لاني قدرت احطه من مركبات ال y1. غير هيك لما يكون مثلا على سبيل المثال عندي y1 يساوي x و y2 يساوي x تربيع، هل الها علاقه y2 من y1؟ ممكن احكي انا y2 يساوي y1 تربيع، صح ولا لا؟ ممكن. فبالتالي هل إلها dependent من y1؟ أكيد. يعني هون إحنا من رونسكيان operator اللي هو بفحص dependency أو independent، كيف بفحصهم؟ في قاعدة يقول لك رونسكيان إذا لا تساوي زيرو معناته هاي يكون السوليوشن عندنا linearly independent. شو يعني linearly independent؟ يعني انه y1 is independent of y2، معناته ال y1 is fundamental solution وال y2 is fundamental solution، ما بقدر اجزئهن اكثر من هيك. اوكي، معناته ال y1 وال y2 are fundamental. solution. اوكي، فبالتالي انه السوليوشن الكامل تبعهم لازم اكتبه على الجزئيه هاي الجزئيه. فالسوليوشن تبعهم لازم اكتبه على هاي الجزئيه اللي هي y of x بتساوي
سي 1 واي 1 اوف اكس زائد سي 2 واي 2 اوف اكس. وبهيك بكون هاي دائما، يعني احنا بدناش نقول دائما بس انه بدنا نعطيها، لانه الان بنحل هوموجينيوس بدنا نقول واي هوموجينيوس اوف اكس يساوي سي 1 واي 1 اوف اكس زائد سي 2 واي 2 اوف اكس. الان نيجي على الرونسكيان مره ثانيه. حكينا انه الواي 1 نفرض انها اكس والواي 2 2 اكس. تنيجي نحكي اوكي الرونسكيان سوري اوف واي 1 اند واي 2 بده يكون هاي الماتريكس y1 y1 prime، لأن أنا عندي two solutions، فالtwo solutions بيجي من second order يعني من y double prime، فأنا وين بوقف الرونسكيان؟ عند y y prime، ما بنزل فيه عند y double prime، بوقفه عند y prime. هاي عندي y2 وهاي عندي y2 prime، فهاي شو تعطيني؟ تعطيني x ومشتقتها واحد y2 2 x ومشتقتها 2، فبالتالي الرونسكيان اللي هو ديتيرمنت تاع الماتريكس بتساوي 2 x ناقص 2 x، وبالتالي هاي شو تساوي؟ 0. لما تكون هاي تساوي 0 معناته السوليوشن او سوليوشنز ار ديبندنت اوف ايتش اذر. وفي الحالة الثانية لو كان عندي y1 يساوي x وy2 يساوي x سكوير، هاي عندي x ومشتقتها في الرونسكيان تبعهم x ومشتقتها واحد وx تربيع ومشتقتها اثنين x، فبالتالي شو بده يكون عندي؟ الديتيرمنت تبعهم اثنين x تربيع ناقص سوري 2 اكس تربيع ناقص 2 ناقص اكس تربيع يساوي اكس تربيع. فهاي اعطتني انها لا تساوي 0، فبالتالي الواي 1 والواي 2 او بدي احكي انه الرونسكيان او هون لا تساوي 0. الرونسكيان تبعنا بثبت انه ال y1 وال y2 they are linearly independent of each other، therefore انه solution ال homogeneous solution يساوي y1 of x زائد y2 of x، بس لازم اضرب فاكتور c2 عند ال y2 c1 عند ال y1، وهيك هذول نسميه الاربيتراري كونستانتس، لازم نجدهم عن طريق الانيشال كونديشنز او عند الاربيتراري او عند الباوندري كونديشنز. اوكي وبنحكي اف ذا رونسكيان اوف ذا سوليوشن of LDE اللي هي linear differential equation لا تساوي 0، then the solution or general solution is the sum of the solutions. وهاي each multiplied multiplied by an arbitrary constant. طبعا هذا نسميه مبدأ ايش؟ superposition. بمعنى آخر
الرانسكيان is equal أو sorry if رانسكيان لا تساوي zero then الواي of x تساوي y1 أو c1 y1 of x زائد c2 y2 of x. هذا هو الجنرال سوليوشن. ناخذ احنا امثله هون. نحكي انه y1 is equal to sine of x, y2 is equal to cosine of x. لنشوف هذول الاثنين are they linearly independent او dependent of each other. اذا كان الرونسكيان لا تساوي zero then they are linearly independent. هذا اللي احنا اتفقنا عليه. طيب احنا نشوف الرونسكيان اذا كان الرونسكيان حكينا ساين اكس وبالنسبة لواي 2 بكون عندي كوساين اكس بدي اخذ الواي برايم بصير كوساين اوف اكس وهاي ماينس ساين اوف اكس بكون عندي الديترمند ساين سكوير اوف اكس ماينس كوساين سكوير اوف اكس وهاي حتميا لا تساوي زيرو. وكمان شغلة ثانية احنا ممكن نطلع عليها اللي هي y1 على y2 او هذا الفحص ممكن نفحص منه linearly dependent او independent او dependent او independent. اذا كان عندي ال y1 على y2 يساوي constant معناته linearly dependent. اذا كان ال y1 على y2 او العكس يساوي function of x معناته شو بنحكي عنها linearly independent. اوكي هذا كمان برضو فحص. نحكي عن انه ال y1 على ال y2 اللي هي sine of x على cosine of x يساوي ايش tan of x هاي يساوي function of x. That means انه ال y1 وال y2 they are linearly independent therefore ال general solution عندنا c1 y1 of x زائد c2 y2 of x. يعني بمعنى اخر c1 sine of x زائد c2 cosine of x.